الله سبحانه وتعالى في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، البيوع، المواريث، النكاح والجنايات، الحدود، الجهاد، السرق والرمي، الصيد والذبائح، الأيمان والنذور، في القضاء، في العبيد، كل هذه بما يسمى الفقه الإسلامي، وما يتفرع عن هذه المسائل كل أحكام الله سبحانه وتعالى. هذه أحكام خير، من قام بها أثابه الله، من ترك ما وجب منها عاقبه الله، أو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له في أرض المحشر، هذا أمر آخر. أما ما وجب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو ما يعاقب تاركه من المحرمات، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا الآن كل أحكام الله سبحانه وتعالى ما عرفت علتها، وما لم تعرف علتها كل هذا أوامر خير، لأننا قطعنا بأن الله حكيم.